نبدأ مع حضراتكم بالأخبار اللي معانا. وامبارح رئيس الوزراء استعرض استراتيجية تطوير المطارات المصرية، كمان استعرض موقف المنشآت الثقافية الجاهزة للافتتاح في محافظة أسوان. كمان الحكومة امبارح نفت بشكل قاطع وقف الامتحانات ببعض المدن وبعض المدارس لفترة مؤقتة نتيجة تفشي مرض الجديري المائي. تفاصيل أكتر هنستعرضها مع حضراتكم في سياق هذا التقرير. الأخبار اللي حصلت امبارح شهدت أن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء عقد اجتماع لاستعراض استراتيجية تطوير المطارات المصرية، وفي مستهل الاجتماع أشار رئيس مجلس الوزراء إلى ضرورة مواصلة الجهود المكثفة للنهوض بقطاع الطيران المدني بما يسهم في الارتقاء بوضعيته التنافسية إقليمياً وعالمياً، وبما يتكامل مع عملية التنمية الشاملة بالدولة، لا سيما من خلال الاعتماد على الدراسات المنهجية ذات المستوى العالمي للتطوير والتحديث ورفع كفاءة أداء العمل. امبارح استعرض الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء موقف المنشآت الثقافية الجاهزة للافتتاح بمحافظة أسوان في تقرير مقدم من الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة. وأكد مدبولي أهمية جهود وزارة الثقافة في نشر وتطوير المنشآت الثقافية المتنوعة في مختلف المحافظات وتفعيل دورها في نشر الفنون والمعارف والارتقاء بالثقافة والوعي لدى أبناء الوطن على النحو الذي يعكس التأثير الحضاري لهذا الوطن العريق. امبارح أيضاً أكدت الحكومة أنه لا صحة لوقف الامتحانات أو تفشي مرض الجديري المائي بين الطلاب بالمدارس، وأن الوضع الصحي آمن ومستقر بين طلاب المدارس بدون وجود تفشي أو انتشار للمرض بينهم. وأشارت إلى أن هناك برنامج ترصد وبائي يعمل بشكل فعال في الاكتشاف والرصد المبكر لأي أوبئة أو أمراض قد تتسرب داخل البلاد. كما أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أنه لم يتم إصدار أي قرارات بهذا الشأن، وشددت على انتظام سير أعمال امتحانات الفصل الدراسي الأول بشكل طبيعي بكافة المدارس بدون أي توقف وفقاً للخريطة الزمنية للعام الدراسي الحالي. نروح مع حضراتكم لجولة خارج القاهرة وأخبار المحافظات. شهدت بدء تقديم العلاج على نفقة الدولة مستشفى سيوة ورأس الحكمة لأول مرة، كمان تخصيص طابقين من الديوان العام بمحافظة بورسعيد لهيئة قضايا الدولة. معنا كمان انطلاق قافلة طبية بقرية أبو سلطان في الإسماعيلية واللي بتضم 9 عيادات. أخبار تانية كتير من محافظات متعددة هنتعرف عليها في سياق هذا التقرير. محافظات مصر شهدت مجموعة من الأحداث، أبرزها أن محافظة مطروح أعلنت بدء تقديم خدمات العلاج على نفقة الدولة للمواطنين لأول مرة في مستشفى سيوة المركزي ومستشفى رأس الحكمة المركزي، وسيتم تلقي الطلبات رسمياً الأحد المقبل. محافظة بورسعيد وقعت مع هيئة قضايا الدولة عقد تخصيص طابقين للهيئة بمبنى الديوان العام المطور بما يسهم في توفير بيئة عمل متطورة لهيئة قضايا الدولة ببورسعيد والتعاون في عدد من الملفات المهمة والموضوعات الحيوية في المجالات اللي بتكون الهيئة طرف مختص بالبت فيها مع سرعة إنجازها والدفع بالجهود التنفيذية والتنموية. مطار الغردقة الدولي استقبل 45 رحلة تقل آلاف السياح الأجانب من جنسيات أوروبية مختلفة وسط إجراءات وقائية واحترازية وأمنية مشددة بحسب جدول تشغيل الرحلات المعلن بالمطارات وسط إجراءات وقائية واحترازية وأمنية مشددة. قافلة طبية مكبرة مجانية في مركز مدينة فايد بالإسماعيلية انطلقت وتضمنت عدد من التخصصات الطبية لتوقيع الكشف الطبي على المواطنين وصرف العلاج الطبي اللازم ليهم، وتم تدشين القافلة في مركز شباب أبو سلطان، وبتشمل 9 تخصصات طبية إلى جانب قوافل توعوية للمواطنين في العديد من القضايا كالصحة الإنجابية ومشروع التأمين الصحي الشامل. فعاليات المرحلة الثانية من المبادرة التدريبية محو الأمية الرقمية وبناء القدرات انطلقت في البحيرة. المبادرة بتستهدف رفع كفاءة وتنمية مهارات مديري إدارة الموارد البشرية بجميع الجهات الحكومية من مستوى مديرية حتى مستوى إدارة فرعية، ومن مستوى مركز ومدينة حتى مستوى وحدة محلية قروية. محافظة سوهاج أعلنت عن الانتهاء من أعمال رصف شارع محمد فريد وتفرعاته بطول حوالي 500 متر تقريباً بتكلفة حوالي 2 مليون جنيه ضمن برنامج التنمية المحلية لصعيد مصر وضمن خطة شاملة للارتقاء بمنظومة الطرق والشوارع بطهطة.
شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالشرقية قامت بتركيب 250 وصلة مياه منزلية بالمجان للأسر الأكثر احتياجاً بقرى مراكز الإبراهيمية ودير ابن نجم وأبو حماد، وده تنفيذاً للبروتوكول الموقع بين الشركة ومؤسسات المجتمع المدني وفقاً لضوابط ومعايير متفق عليها للأسرة الأكثر احتياجاً. محافظة كفر الشيخ أكدت أنه تم تمويل مشروعات الشباب بـ 4.6 مليون جنيه لتوفير 60 فرصة عمل من برنامج المشروع القومي للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية مشروعك، وبلغ إجمالي المشروعات المنفذة والمقدمة اللي تم تنفيذها من خلال البرنامج 15 مشروع.